أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، أهلا بالأنيقات الجميلات. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوال، إن شاء الله تكونوا مزيانين وتكهد تنسيقات عصرية جديدة وأنيقة. فإذا كنت مهتمة بموضوع الموضة ما عليك إلا تنضم القناة وتفعلي جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد ديال هذه القناة هذه. هنا كما كتشوفوا معايا هاد العباية هذه كيف جاية منبتة في اليدين. شوفوا معايا طريقة باش منبتة، شوفوا معايا الفصالة ديالها. وهذه كما كتشوفوا معايا هاد النوعية ديال الفساتين اللي كتجي مريحة وكتجي مقبوطة هنا من اليدين كما كتشوفوها معايا. شوفوا معايا كذلك الكتيفات كيفاش مخدومين، وهاد لونسومبل هذا اللي جاي بالبنطالون شوفوا معايا جاي بالبيج، وديري لي واحد العرش منبت في الجنب كما كتشوفوا معايا. شوفوا معايا طريقه الخدمه كيفاش مخدومه عند الكتيفات كذلك، وجاي بلا سانتور ديالها جايه صراحه مزيونه. شوفوا معايا هاد لونسومبل كذلك كيف جا مع لا شوميز ديالو مع التنوره، يفجى سامبل ولكن كيبان انيق وزوين. شوفوا اللون اللي دايره معاه في الشال. هنايا اللوينات اللي كاينين في هذا لونسومبل هذا. شوفوا معايا هذا اللون هذا اللي جاي غزال وجاي طوندونس هذا العام هذا تاع 2023. شوفوا معايا الخديمه ديال هذا لونسومبل هذا، شوفوا معايا جاي مقبوط في الجناب. ومعنا هاد اللبسه هاد النوعيه ديال اللباس كما كتشوفوا معايا لا شوميز مع البنطالون، دايره نفس ديال الفولار مع نفس البنطالون مع نفس الكولور ديال البنطالون. وشوفوا معايا هاد التنسيقه هادي كيف جايه في اللبسه كذلك، شوفوا الخياطه ديالها كيفاش دايره، شوفوا اللوينات اللي فيها. شوفوا معايا هنايا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه هاد النوعيه ديال اللباس كيف داير. شوفوا معايا كيجي مريح في اللبسه وكيجي انيق. شوفوا هنا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هاد اللون هذا، شوفوا هنايا وشوفوا معايا هاد اللبسه هذه اللي لابسه هي كي جايه غزاله دايره معاها الفولا في البيج. وشوفوا معايا التنسيقات هذه ديال بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يلبسوا من النوعيه ديال هاد الحجاب هذا. شوفوا معايا وشوفوا معايا هنايا هاد النوعيه ديال هاد اللباس هذا كذلك اللي كيجي مريح كذلك في اللبسه، كيجي لونسومبل في لا ميم كولور ديالو. شوفوا معايا خديمه اللي فيه في الكتف وكذلك في الصدر، كيجي سامبل ومقبوط في اليدين. هاد اللوينات هادو هما اللي تقدروا تخيطوا في هاد النوعيه ديال اللباس. فلا فيديو هنا كيعطيكم افكار ديال تناسق ديال الالوان ديال الخياطه. وهنايا الالوان اللي كتناسب لنا اللون الازرق الملكي بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون هذا. شوفوا معايا درت معاه في الفولار في البيج، وهنا درت معاه الفولار في البيض وكذلك السنيدله في البيض. شوفوا معايا درت معاه لا شوميز كذلك في البيض، وهنا درت معاه الفولار في البلو بلوغوا مع الصفر. يعني بالنسبه للون الحجاب المناسب لكل بشره. هنايا راه البشره فيها تقريبا ثلاثه ديال الانواع، كاينه البيضاء. انا شوفوا معايا اش من فولار اللي كيجي مع نوعيه ديال البشره البيضاء،
هنايا البشرة السمراء، شوفوا معايا هنايا نوعية ديال الحجاب، اللون ديال الفولار، إنا لون اللي يقدر يجي مع البشرة ديالك. من هاد الفيديو هذا تقدر تاخدي فكرة وشوفوا معايا هاد النوعية هادي أخرى ديال اللباس، شوفوا معايا كيجي مريح كذلك حتى هو في اللبسه ديالو، شوفوا الخياطه ديالو كيف دايره. وهنا يا حبيبتي جبت لك بعض النصائح اللي تفيدك. انا شوفوا معايا في اللفه ديال الحجاب اللي تعتمدي عليها في حسب الدوره ديال وجهك، هنايا شوفوا معايا دائما فاش كنلبسوا اللباس ما كنلبسوش معاه هنا نفس الكولور ديال الفولار، دائما كنكون عندنا لباس مفتوح وكنحاولوا نلبسوا معاه فولار مغلوق. وكذلك العكس، الا كنا لابسين لباس مغلوق كنحاولوا نلبسوا حجاب مفتوح هكا باش تبان لنا اللبسه ديالنا. هذه بعض النصائح فقط. وشوفوا معايا هنا هاد اللبسه هذه كي جايه في بحال غوب بالبونطالون، شوفوا معايا الفصله ديالها كيف جايه غزاله ما شاء الله. وشوفوا معايا هاد الغوب هذه كي جات واحد الفصله اللي مختلفه على اللي مولفين، شوفوا معايا الفصله ديالها كيف جايه، شوفوا معايا اللوينات كذلك، جايه مقبوطه في اليدين وكرافطه في العنق جايه زوينه، شوفوا معايا واحد الفصله اللي جايه غزاله. شوفوا معايا هنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد النوعيه ديال اللباس. وهنايا يعني معنا لباس اخر كما كتشوفوه معايا، جايه مقبوطه في اليدين كذلك وفي الحزام، ام واحد الشكل ديال الفرفاره جايه في الجنب جايه غزاله ما شاء الله. وشوفوا معايا هذا لونسومبل هذا كيف جا بلو بونطالون ديالها وكيف جايه في الفصله ديالها في الكتيفات، شوفوا معايا. وهنايا معايا نوعيه اخرى ديال الشوميز، شوفوا معايا كيفاش جايه، هذا مخدومه هنايا عند الصدر عند الكتيفات كذلك ومقبوطه في اليدين، جيب واحد الطوبليه واللي هو غزال ما شاء الله. شوفوا معايا هنايا بعض الالوان كتوضح لنا في الفيديو الالوان اللي تجي مع بعضيتها، شوفوا معايا هنايا وكذلك اللون اللي لابسه، وهنايا اللون الاسود اللي لابسه مع الفولار بالموطارد كذلك جايه غزاله ما شاء الله. فهنا نقدروا ناخذ فكره على الفصاله ديال لا شوميز كي دايره كيفاش مفصله. فهنا لا فيديو هنا كيقربكم اكثر للشوميز كيفاش مخيطه كذلك. وهاد نوعيه هاد اللباس كذلك، شوفوا معايا الطريقه ديال الخدمه، جايب الشبيكه هنايا في الجنب وجايه مقبوطه كذلك في اليدين، وهنا عند الكتيفات كذلك كيفاش مخدومه. وهنا بعض اللوينات اللي كاينين في هاد اللبسه هادي هما، شوفوا معايا في اللون الاسود وهاد اللوين هذا اللي كيجي غزال كذلك في اللبسه. وشوفوا معايا كذلك هاد العبايه هذه كيفاش جايه مقبوطه من اليدين ومنبته كي جايه سامبل، واللبسه ديالها مريحه كذلك. فكنتمنى يعجبكم لا فيديو، فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. أنا بالنسبة للسيدات العاشقة اللون الأسود،
فكنتمنى لفيديو يعجبكم، وشكرا على المشاهدة. إلى الفيديو القادم إن شاء الله.